هلا انا بدي جاوب رين ما انا ما بحب جاوبك، يعني انت جمالك جمال، بس انا بالبيت رجال. وين بنام؟ بالكلور. واحد يكون هيك رجال. الليله بدي اخبركم شو هو الفرق بين مرتي وبين البنت اللي بتشتغل عنا، يلي هي اسمها لاطه. لاطه؟ ايه منين لقاطه هي البنت؟ لا لا لا، لاطه لاطه شيء حلو، شيء مرتب. شوكولاته يعني. ايه ايه ايه. مرتي شو ما بطلب منها ما بتعمل لي شيء. ولا شيء ولا شيء ولا شيء. حرام. منشفتها على الاخر. حرام. اما لاطه اما لاطه شو ما بطلب منها بتعمل لي كل شيء. ايوه صدقوني كل شيء. هلا انا يعني على المسرح واخبار وهيك شوب وسقعه، انا باكل صفقات كثير هوا بظهري. هلا بيجي لعند مرتي بيقول الله خليكي اكل صفقه هوا بظهري هون، الله خليكي حطي لي مرهم فركي لي، بتعمل هي هيك يلا بالشفا تعمل حلو وبتفل. اما لاطه بيقول لها لاطه دخيلك هون بتحط من القرعه ونزول. يا فادي يا فادي، لك شو لاطه لك شو لاطه، يقبروني عضلاطه. ايوه بتعمل لي مساج غير شكل، تدعكني دعك فرك يا فرك. يعني شو بدي اقول لكم، مساج اكسترا. تفرك لي اجري. ايوه ركبتي. ايوه خاضي دخل في خاطك يا ريمون. بتجيب لي كباية مي. ايوه لان طبيعي عرق ومدري شو، عرقي ومرقي بتبورد لي قلبي. يعني والله يا جماعة إذا فت على البيت هيك وجاي من الشغل جوعان وطلبت من مرتي دخيلك قلي لي بيضتين، بتقلي لي إياه هناك قال. أما لاطة لشو بدي أخبرك عن لاطة؟ شو بدي أخبرك عن لاطة وبيضاطة؟ بيضاطة هيك عيون بتعمل لك إياهن يا فادي، يعني بتاكل اصابيعك وراها العين تطرق. بعدين لاطه ما بتنزعج من اصحابي، اما مرتي نبقى سهرانين هيك انا واصحابي على الصيحه برا مبسوطين هيك ومكيفين دغري، وفجاه بتدب فيها النخوه والمروه وبصير بدها تشطف البلكون. لما سهرانين وكيف تشطف البلكون على فكره، يعني هيك ريمون مد الدربيش، بسال اي واحد بتقلي النبريج الطويل مش هيدا القطش اللي عندك. ريمون جيب الصابون، جيب الصابون كب هون وكب هون وكب هون وكب هونيك، منكب هالصابون هيك بتقلي ريمون اشطف، يعني شو اشطف؟ شد ايدك. بس يا عمي ليش نحن جبنا لاطه مش لتحمل الشفاطه وتشفط البلاطة؟ لاطة منا مكلفة على فكرة عن جد، يعني كل الشهر كل الشهر مع الفراطة والأوفر تايم والأكسترا والأكسترا بتكلفني 200 دولار. أما مرتي طلعت شوبينج، أما مرتي طلعت شوبينج 2000 دولار وحرمتني الفراطة. لو إنه فراطة بالشهر ما في. هلا اني كل شيء وقت بدي مارس رجوليتي مع مرتي على طول شو؟ لابطة الليلة؟ ايه راسي عم يوجعني. قبل بنهارين انه بركي بكره راسي رح يوجعني. اختي جمعة الجاي راسي عامل ميجرين. بدر راسي يوجعها. يعني قاطعين البنادول من السوق نحن بالبيت. هذيك المره سفرنا ما بعرف ليش بس نسافر دغري بدنا نروح على الزو، لو شو في بالزو في زيبرا، ما في عندكم اكبر زيبرا بالبيت، شو بدكم بالزيبرا؟ لا بدنا نروح على الزو. رحنا على الزو نحن هيك عم نتمشى، شفنا غوريلا، بس شافنا عمل هيك وطلع بمرتي. هلا الدم بحن هو ما بعرف. بلش يعر هيك، طلعت انا لقيتها لابسه قصير، قلت لها ها علي التنوره شوي، علت التنوره عر زياده، قلت لها افتحي له زر، فتحت زر عمل هيك الغوريلا، قلت لها تضحكي له
عملت له فتح الغوريلا الحديد هيك مشتها وكبيتها لعنده. قلت له قولي له راسي عم يوجعني. قولي له راسي عم يوجعني. شفتوا الفرق بين مرتي وبين لاطا؟ على القليل لاطا بتذكرني بصلاطة، بينما مرتي ف البلاطة.